أهلا بكم. قمة قائمة على 100 مرتكز تجمع أمن الدول الكبرى على طاولة واحدة في ظل متغيرات إقليمية ودولية تعصف بالجميع ولا يسلم من تيارها أحد. طوفان الأقصى والوعد الصادق عناوين كبيرة غيرت المعادلات ووقفت بوجه المشاريع الصهيونية والتفرد الأمريكي والدعم الغربي لمشاريع القتل والتهجير في فلسطين. لقاءات هامشية وأخرى رئيسية لبيان مواقف بلدان المقاومة الإسلامية وجهودها لنصرة غزة ورفع الحيف عنها بعد مسيرة ظالمة ومظلمة. أهلا بكم. رحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. محور الحديث في ملفنا الأول حول انطلاق أعمال القمة الدولية الثانية عشر. سيكون معنا في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد الدكتور حازم الشمري. دكتور مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا بجنابك. دكتور حازم، القمة الأمنية في روسيا تأتي في ظل ظروف وتطورات أمنية خطيرة في المنطقة، يعني كيف ستؤثر هذه القمة على تغيير المعادلات بالمنطقة؟ أولا مساء الخير لك وللجمهور وشكرا على هذا اللقاء. العالم بعد يعني حرب الخليج الثانية توجه إلى الأحادية القطبية، والأحادية القطبية بمعناها هو الاحتكار السياسات الدولية لجهة واحدة، وبالتالي العالم بعد حرب الخليج الثالثة بدأ يستخدم ما يسمى بالأحادية القطبية المرنة، وهناك قوة سياسية بالعالم تدعو إلى التعددية أو الثنائية القطبية في إطار التوازنات. لذلك رأينا منظمة البريكس اللي هي تحتوي دول غير متجانسة أو غير قريبة من بعضها البعض جغرافيا، البرازيل، الأرجنتين، المكسيك، الهند، الصين، إيران، روسيا الاتحادية. الفكرة إذا إيجاد نوع من التوازن لكسر احتكار المنظومة الغربية تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. من هذا المنطلق أقول أنه هذه القمة اللي موجودة في روسيا الاتحادية سان بطرسبيرغ هي محاولة إيجاد توازن سياسي أمني في العالم وعدم احتكار دولة أو منظومة سياسية للعالم بهذا الموجود. إذن طيب كيف تؤثر يعني، وهل هناك نتائج إيجابية خلال هذه التحركات وعقد هكذا قمم ومؤتمرات بالتالي على الدور الغربي الذي تمارسه على المنطقة وعلى العالم؟ لم تكن مؤثرة الآن فهي لها مستقبل بالتأثير، ولكن بكل منطقة أقول أنه التأثير إلى حد ما موجود، لأن العالم بدأ يدرك أنه الحلف الأطلسي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية هو محتكر ضمن مصالحه السياسات والعلاقات الدولية، وبالتالي لابد أن تكون هناك كلمة لباقي الدول. روسيا الاتحادية ليست دولة بسيطة، الصين ليست دولة بسيطة، الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست دولة بسيطة، وغيرها من النمور الآسيويين أيضا الدول الرائدة بال التطور هي منضوي إلى هذا التحالف. دكتور إذا تسمح لي ينضم معنا عبر سكايب
الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور هادي أفقهي. دكتور مرحبا بحضرتك. حياك الله، أهلا وسهلا. أهلا بجنابك دكتور. ما أهمية القمة الأمنية في روسيا في هذا التوقيت وأهمية حضور الجمهورية الإسلامية في هذه القمة؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. أهلا بجناب. هذه القمة هي القمة 12 التي تعقد في مدينة سان بطرسبورغ، وبدأت هذه القمة بتوجيه رسالة عبر التلفاز الفضاء الافتراضي لبوتين، باعتباره هو في الحقيقة الضيف لهذه القمة، والحضور الكبير للدول التي شاركت في هذه القمة، وكل أتى بهمومه واقتراحاته، وفي الحقيقة لتنسيقات مخاطر كبيرة ومحاذير كبيرة وجهها بوتين للمشاركين في هذه القمة، وخصوصا ما يتعرض له العالم اليوم من الاعتداءات والحرب النيابية والمخططات الاستكبارية والاستعمارية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. الموضوع الآخر، هذه القمة هي محاولة لإيجاد نوع من التوازن، لأن طبيعة هذه القمة هي في الحقيقة قمة أمنية وتعالج تحديات والقضايا الأمنية والحفاظ على أمن شعوب المنطقة وثقافتهم وتقاليدهم وهويتهم الوطنية، الذي يريد الغرب أن يسحق ويمحق هوية هذه البلدان ويفرض أجندته، ما يسمى بالعولمة. وطبعا هناك محاولات لا أقول موفقة 100%، ولكن في النهاية بدأت تستيقظ شعوب المنطقة وبعض حكام المنطقة وحتى الدول الكبرى مثل الصين والهند وروسيا ودول منطقتنا، يعني بما فيها إيران، وحتى بعض دول في الشمال الأفريقي مثل الجزائر وتونس وما إلى ذلك، العلماء والمفكرين، لمواجهة هذه ما يسمى بقمة الأمن في مونيخ، يعني القمة العالمية الأمنية في مونيخ. ونعرف أنه من يسيطر على مؤتمر مونيخ الأمني هو الإمبريالية العالمية والصهيونية والماسونية. نعم. فهناك في تلك في الحقيقة القمة، وخصوصا يعني عدم دعوة إيران بسبب أزمة مهسا أمين العام الماضي، وكذلك عدم دعوة روسيا، هذا التعامل بصورة انتقائية يعني في الحقيقة يحدد لنا أنه ما ينعقد في مونيخ هو أجندة استكبارية استعمارية بامتياز، ولا تهتم إلا بمصالحها وفرض هيمنتها وبرامجها ومخططاتها على كل بلدان العالم. طيب دكتور، كيف تنظر هذه القوى التي تحدثت عنها إلى هكذا قمم منعقدة في الشرق الأوسط، وهل ربما تشكل خطورة عليها وتنظر لها من جانب آخر؟ عفوا، القوى التي ذكرتها كيف تنظر إلى هكذا قمم تنعقد في المنطقة، يعني خاصة في ظل توقيت أمني صعب تمر به المنطقة، هل تشكل خطورة لها؟ القمة في سان بطرسبورغ ولا في مونيخ؟ لا، نتحدث عن قمة سان بطرسبورغ، هل تشكل خطورة على الدول الكبرى المهيمنة على الوضع الأمني عالميا؟ أساسا فلسفة انعقاد هذه القمة لدورتها 12 وحضور يعني لاعبين كبار ليس فقط على مستوى منطقتنا، مثلا مجموعة البريكس هي مجموعة اقتصادية وشبه أمنية عبر القارات، يعني فيها أعضاء من البرازيل أمريكا اللاتينية، فيها من الهند، فيها من أفريقيا الجنوبية، فيها روسيا وفيها الصين، وانتمت إليها دول من منطقتنا حتى من إيران ومصر والإمارات وحتى من الأرجنتين. نعم. وهناك في الحقيقة تنتظر دورها دول كثيرة تريد أن تنتمي، دول متضررة من الهيمنة كما تفضلت حضرتك الاستكبارية، التي تريد أن تفرض هيمنتها أجندتها وبرامجها، بدأت تنتمي وتطالب بالعضوية في هذه في الحقيقة المنظمة بريكس، والتي تحضر بقوة في هذا المؤتمر 12 لقمة
سان بيترسبورغ، فيوجه رسائل في الحقيقة في نفس الوقت إلى قمة مونيخ، وأنه هناك بدأت تتشكل تحديات، تتشكل دول تريد أن تواجه وتقف بوجه في الحقيقة ما تريده أمريكا، وتريد أن تهيمن على مقدرات الشعوب وهوياتهم وتاريخهم وثقافتهم. جيد دكتور، مهم ما تفضل به الدكتور أنه بأن الدول المتضررة من الهيمنة الأمريكية على العالم ربما تحاول أو لديها الرغبة بالانضمام إلى هكذا قمم، هل من الممكن أن نشهد في الأعوام المقبلة أن تتطور هذه القمم بعقد أو بعدد يعني الدول التي ستنضم إليها، ربما تشكل تأثير أكبر على الوضع بشكل عام؟ بكل تأكيد، أنا تكلمت بالجزء الأول أنه لم يكن لها تأثير كامل هذه القمم، فالمستقبل القريب لها تأثير واضح، على اعتبار أن المظلومية التي تشهدها العالم والتسلط والاستكبار اللي يستخدم الغرب تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق المصالح الصهيونية واليمين المتصهين في العالم، هو سوف يولد نوع من رد الفعل الواضح للسياسات العامة للدول، وبالتالي سوف تذهب إلى الطرف الآخر اللي يتمثل بمنظومة البريكس أو الاجتماعات الأمنية في سان بطرسبرغ. إذن هي دعوة صريحة وواضحة للانضمام إلى هكذا تكتلات، مما يحقق نوع من التوازن بينها وبين المنظومة الغربية، هذا بشكل سريع وواضح. جيد، هناك لقاءات انعقدت على هامش هذه القمة بين دول روسيا والعراق وإيران وسوريا والبرازيل والهند، يعني كيف ستساهم هذه اللقاءات بإيصال وجهات النظر بما يحصل في غزة بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام؟ سؤال مهم جدا. اللقاءات في القمة شيء، واللقاءات الثانوية على هامش القمة شيء آخر، لكل له فوائده ومطالبه. اللقاءات الهامشية هي تأتي في إطار دراسة الأوضاع الإقليمية وتحقيق الأمن والسلم الدوليين والإقليمي أيضا، وبالتالي هذا يفتح الباب على حوارات قد تكون ليست غائبة وتكون غير مباشرة، سوف تكون لقاءات مباشرة، وبالتالي هذا الأمر اللقاءات الهامشية أو الثانوية الموجودة على هامش القمة هي سوف تفتح الأبواب لحلول لما يحدث الآن من عدوان صارخ لحكومة الحرب الإجرامية نتنياهو لشعبنا في الفلسطيني في غزة. لذلك هذا الأمر جد إيجابي في إيجاد السبل الملائمة والتحقيق السياسات العامة اللي تحقق حل الدولتين وضمان الدولة الفلسطينية في إطار هذا الصراع المرير. نعم جيد. دكتور أسألك عن ذات الأمر، يعني ما أهمية اللقاءات التي تنعقد على هامش القمة والتي كان للجمهورية الإسلامية دور فاعل بهذه اللقاءات المنعقدة؟ أنا برأيي اللقاءات على هامش المؤتمر العام لا تقل أهمية أخي العزيز من الكلمات التي والمداخلات التي تطرح في المؤتمر العام، لأن هناك قضايا اختصاصية لكل بلد، كل بلد له همومه وله تحدياته وله مخاطره وله المؤامرات التي يعاني منها، خصوصا من طرف المعسكر الغربي الذي هو يتطاول دائما على حرية الشعوب، على ثروات الشعوب، على التدخل في حتى مفاصل الحكم في كثير من بلداننا. وخير دليل على ذلك الآن، يعني شاهد أخي العزيز كيف يتعامل الغرب مع المذابح والإبادة البشرية التي تحصل في غزة، كيف تعاملت الدول الغربية مع قضية العملية الإرهابية التي قام بها العدوان الصهيوني على قنصليتنا في دمشق. يعني هناك معاهدة واضحة كل الوضوح وشفافة أنه الأماكن الدبلوماسية، البعثات الدبلوماسية وبنود أخرى بمعاهدة 1961 للجنيف، يعني توضح بشكل كامل أنه من يعتدي على هذه فهو عمل إرهابي وهو يهدد الأمن والسلم الدوليين. وقامت إسرائيل بهذه الجريمة وأودت إلى استشهاد كوكب من الشهداء على رأسهم الجنرال الشهيد زاهدي. طيب، قبلها كانت عملية سيد رضي موسوي، وقبلها ولم يرف جفن للغربيين، وخصوصا بعد هذه العملية التي كانت واضحة. يعني حقيقة حصل هناك اجتماع بطلب من روسيا وإيران وسوريا في الحقيقة المضيفة لبعثاتنا الدبلوماسية في مجلس الأمن،
مانعت أمريكا ومانعت فرنسا وبريطانيا من أن لم تصدر قرارا بل تصدر بيانا تندد في هذه العملية الإرهابية، عملية إرهابية طبقا للموازين والقوانين والمصدر الدولية وليس قضايا إقليمية، ولكن مانعت هذه الدول. ولكن عندما ردت إيران بعملية الوعد الصادق ودكدكت في الحقيقة أهم القواعد الجوية والأمنية والعسكرية في داخل العمق الإسرائيلي، ثارت حفيظتهم وبدأوا ينددون ويعربدون ويزمجرون أنه إيران ارتكبت عملية إرهابية. إيران استفادت من المنشور 51 من رقم 51 من الأمم المتحدة. لم تخالف إيران لا في ردها ولا في ضربتها أي قانون دولي، في حين أنه هؤلاء يدافعون بوضوح عن جرائم العدو الصهيوني، ولحد الآن لم نسمع أي دولة من هذه الدول التي تجتمع في مؤتمر ميونخ للأمن والسلم في الحقيقة هذه الإبادة البشرية التي تحصل الآن في غزة أو ما حصل مع الجمهورية الإسلامية قبل أن تقوم بتوجيه هذه الصفعة. إذن هذه اللقاءات الهامشية بين الدول التي تعاني، يعني هناك الآن احتلال أمريكي في العراق، هناك اعتداء أمريكي على إيران، هناك اعتداء أمريكي على كل يوم على الأراضي السورية بحجة حزب الله وبحجة مستشاري إيرانيين، هناك اعتداء صارخ على اليمن عندما وقف بوجه الملاحة التي تقصد الأراضي المحتلة في إيلات في أم الرشاش في الحمينة أم الرشاش. إذن هذا كله يدل على أنه يجب أن نلتقي ونطرح همومنا ونحلها نحن بيننا دون الاهتمام بهذه العربدات وهذه التهديدات وهذه الأجهزات المفروضة علينا. جيد دكتور، حسب قراءتك للوضع ما هي مواقف الدول المجتمعة في هذا المؤتمر حول الأحداث الأمنية الأخيرة اللي حصلت في المنطقة وآخرها الوعد الصادق؟ بكل تأكيد هي أولا رافضة للسياسات الغربية، نقطة رئيسة، وتحديدا إلى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تأبه لا بقانون الدولي ولا قانون الدولي الإنساني ولا بالقوانين الشرعية الدولية للأمم المتحدة، وبالتالي هي تتخذ إجراءات جماعية أو ثنائية على هامش المؤتمر لاتباع سياسات أو وضع سياسات أمنية، بالإضافة إلى وجود سياسات سموها السياسات العامة الداخلية والخارجية من أجل الحد من تواجد القوات الغربية الأطلسية والأمريكية تحديدا في المنطقة. هذا على جانب. الجانب الآخر هو إيجاد سبل لازمة لإنصاف شعبنا الفلسطيني والذهاب إلى المحاكم الدولية على سبيل المثال لإدانة الكيان الصهيوني وحكومة الحرب المجرمة لنتنياهو لتثبيت هذا الشيء، وذهبت الجزائر وجنوب أفريقيا في هذا الموضوع. إذن يتبعون كل السبل اللازمة لإيجاد السبل الأمنية والسياسات الخارجية والسبل القانونية لتطويق السياسات الغربية وسياسات الكيان الصهيوني في منطقتنا وتحديدنا في فلسطين. جيد، هل هناك تغير في المعادلة الأمنية في المنطقة خاصة بعد عملية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني وانكساره بشكل واضح أمام العالم؟ لا، هو أنا أقول لك حقيقة الرد الذي حدث من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان ردا إيجابيا وكان ردا ذات رسائل متعددة. الرسائل الأولى هو أنه نحن نتبع الشرع القانونية الدولية، وبالتالي ضمن المادة 51 ميثاق الأمم المتحدة من حق الدول أن تدافع عن نفسها إذا ما تعرضت لأي هجوم، والكيان الصهيوني قد ضرب القنصلية أو البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، وبالتالي هذا الرد الأول. الرد الثاني، نحن نمتلك من الأدوات اللازمة على الرغم البعد الجغرافي السياسي البوليتكس عن الكيان الصهيوني، نمتلك أدوات حقيقة دفاعية تعيد كرامة وسيادة الدولة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا لم يكن ردا كاملا وإنما جزء من رد. جيد. وإذا كان هناك رد آخر من الكيان الصهيوني سوف يكون ردا عنيفا وقويا في هذا الموضوع. جيد دكتور، بعد الرد الإيراني على الكيان الصهيوني وبعدها بأيام قليلة اليوم نرى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشارك بهذه القمة، هل هناك رسائل سياسية ربما يراد إيصالها إلى الجبهة الأخرى؟ بكل تأكيد، يعني كلمة السيد أحمديان أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
في الحقيقة كانت كلمة مفصلة وفيها قضايا هامة جدا، طرح فيها مشتركات ومخرجات ما تعانيه ما يسمونه هم، يسموننا بدول العالم الثالث، يعني الدول العالم المتخلفة. هم يعتبر أنفسهم دول العالم الأول أو الدول المتطورة والصناعية. ولا ننسى يعني الجملة الوقحة لجوزيف بوريل عندما عبر أنه الغرب وأوروبا في الحقيقة هي يعني بستان وحديقة غناء، وباقي العالم هم وحوش وغابات متوحشة. هكذا ينظرون إلينا أخي العزيز. ففي مقابل هذا المنطق السخيف وهذه العنجهية وهذا التكبر وهذه الغطرسة، لابد من أن نواجه هؤلاء. ولكن المواجهة كما عبر عنها الدكتور أحمديان، كان هناك يعني قال نحن الآن يجب أن نقاتل على جبهتين. الجبهة كما أشار ضيفك الكريم، الجبهة الناعمة، الحرب الناعمة، والجبهة النصف صلبة، سمارت سيمي هارد وور، نصف الصلبة. لأن هناك ثلاث أنواع من الحروب: هارد وور الحرب الصلبة، سوفت وور الحرب الناعمة، سيمي هارد وور الحرب نصف الصلبة. وعنا بها ماذا عنا بحرب النصف الصلبة؟ إنه كل هذه المواقع، الجوجل، الإنستغرام، التليجرام، الواتساب، بيد هؤلاء، NSA، كلها بيد الأمريكيين. وكل معلوماتنا الشخصية والفردية والسرية الأخلاقية العقائدية المالية الأمنية التربوية، كلها الآن في الحقيقة في قبضتهم. فبسهولة يستطيعون أن يستغلوا هذه المعلومات ويخططوا على أساس نقاط ضعفنا وعلى أساس همومنا ومشتركاتنا. إذن يجب أن تؤسس ويؤسس لمنصات اجتماعية، منصات في الحرب السيبرانية تنتمي إلى الشرق. لماذا كلنا الآن نعتمد على الواتساب، نعتمد على الإنستغرام، نعتمد على التليجرام؟ قال، أنا أتذكر قال نتنياهو هذا المجرم، قال تليجرام هي بأيدينا، تليجرام لنا، نحن أسسنا تليجرام. وحتى اليوتيوب، أكثر هذه المنصات وهذه التطبيقات المواقع الاجتماعية الآن بيد الغربيين. فأوعز السيد أحمديان أنه يجب أن نتجه إلى مواجهة. شوف الآن كيف تعاملت أمريكا مع التيك توك وتطبيق صيني، لأنه أخذ ما أخذه وبدأ يهدد الأمن الأمريكي. لماذا؟ لأن كل معلومات الأمريكيين الذين يستفون من هذا التطبيق هي ترجع بيد الصينيين. فقالوا لا يجوز أن تشرف الصين على معلومات مواطنينا نحن الأمريكيين. وحتى هددت المواطنين الأمريكيين الذين يستخدموا التيك توك أنه سيغرموهم ويسجنوهم. هذا الجانب الأول، نصف الصلبة. وأما الحرب الثانية في الحقيقة اللي هي أعقد وأخطر، هي الحرب الناعمة. ماذا تقصد الحرب الناعمة؟ تغيير هويتك، تغيير معتقداتك، تغيير تاريخك، تغيير ثقافتك، وتحويل ما تحبه إلى بغض وما تبغضه إلى حب. هذه فلسفة الحرب الناعمة التي تغير عقيدة المجتمعات على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي وعلى المستوى الاجتماعي. فقال يجب أن تكون لدينا مخططات، يجب أن تكون لدينا برمجات، يجب أن يكون تشريك مساعي، ليس كل دولة لوحدها، وإنما تشارك هذه الدول من خلال في الحقيقة التنسيق، البرمجة، والاستفادة من الخبراء والخلاقين المبدعين، ويعني وما أكثرهم في العالم الإسلامي والعالم العربي، وكذلك دول المشرق في مواجهة دول الغرب. لماذا نعطي كل معلوماتنا، هوياتنا، صورنا العائلية، إمكانياتنا، مشاكلنا للغربيين ويستغلونها أشد استغلال؟ كما أشار السماحة الحسن نصر الله عندما يعني كانت أرقام يعني مخيفة حقيقة لضرب مجاهدنا سواء في غزة أو في الجنوب اللبناني، قال هذه الموبايلات هي الجاسوس، لا تبحثوا عن جاسوس. اليوم هذا اللي بيدكم هو هذا، كل معلوماته، كل إحصاءاته، كل أرقامه، كل إشاراته بيد العدو الصهيوني الذي يستغلها ويوجه لنا ضربات قاتلة. جيد دكتور، يتحدث عن الجبهة النصف صلبة، هل ربما سنشهد في الفترات المقبلة تغير في سياسات الدول الحليفة لروسيا والجمهورية الإسلامية في التعامل مع الجبهة الغربية؟ هل ربما ستبتعد إيران عن السياسة الناعمة وسياسة الصبر الطويل؟ لا، هو يعني السياسة الناعمة
بالنسبة لك متخصص في العلاقات الدولية هي أكثر جدوى بالسياسة النصف الناعمة أو النصف صلبة, صلبة. أي لأن قد تكون نتائجها بطيئة ولكن نتائجها تكون حقيقية لأنها تستخدم أكثر تأثيرا وأكثر ضمانا. أي وهي تستخدم للمديات البعيدة جدا. يعني أضرب مثل في هذا الموضوع, الصين, جمهورية الصين الشعبية بدأت تستخدم تقنية السوشيال ميديا, نعم, والهواتف النقالة وغيرها من التأثيرات, وأدركت الولايات المتحدة الأمريكية, شركة هواوي, وأدركت الولايات المتحدة الأمريكية أن هذا الأمر سوف يعمل على إيجاد بديل للصناعة التكنولوجيا الأمريكية, وبدأت تحارب هذا الشيء. إذن إدراك المراكز القرار السياسي في المنظومة المعادية أو المنظومة الموازية للتحالف الغربي والولايات المتحدة الأمريكية هي تعمل, وعندي معلومات وعندما أقرأ تعمل في إيجاد الوصول إلى نوع من التوازن, وهذا هو أنا رأيي الشخصي. نعم. التخصصي هو الصحيح. قد تكون الوسيلة الصلبة مطلوبة ولكن عندما تحين فرصتها تستخدم, وهي الحرب. بالتالي هذا التوازن اليوم تحقق, يعني هو في إطار التحقق. يعني قد يكون هنا وهناك عمل, نعم, ولكن قد يكون مخفي, نعم, لأسباب أمنية أيضا, ولكن العمل هو على قدم وساق في إيجاد بدائل عن هذا الاحتكار الأمريكي, وإيجاد تواصل خاص اجتماعي في عالم الشرق أو العالم الذي هو متضرر من السياسات الصهيونية واليمين المتصهين. جيد دكتور, بنصف دقيقة الوقت داهمنا, ما قراءتك للتطورات السريعة في المنطقة والمرحلة المقبلة بشكل عام؟ تفضل. يعني بعد الطوفانين, طوفان الأقصى وطوفان الوعد الصادق, أنا أتصور لقد غيرت هاتان الضربتان القاسمتان حقيقة الاستراتيجيتان. ما قامت به عملية الطوفان الأقصى هي عملية في الحقيقة ضربة استراتيجية, ولكن ما يحصل في غزة لا يرجع هيبة العدو الصهيوني ولا يوازن ضربة استراتيجية, لأن الأرض على الحرب, على الحرب البرية في غزة, نعم, لا تسمح لعدو أن يستعيد في الحقيقة هيبته الاستراتيجية. وكذلك عملية ضربة الوعد الصادق كانت ضربة استراتيجية, وكما لاحظنا كيف رد الصهيوني ردا باهتا وأصبح مصدر للتندر والسخرية حتى من الداخل الإسرائيلي فضلا عن العالم العربي والإسلامي. نعم. أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد دكتور حازم الشمري, أشكرك جزيل الشكر. ومن طهران الدبلوماسي الإيراني السابق دكتور هادي أفقهي, أشكرك جزيل الشكر, شكرا لكم. إذن مشاهدينا, ملفنا الثاني اليوم راح نفتتح وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي عن الذكرى 93 لتأسيس القوة الجوية العراقية والاستعراض الجوي الذي أجرته اليوم في سماء العراق. نتابع. احتفلت قيادة القوة الجوية بعيد تأسيسها 93 في قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين بحضور وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وعددا من المسؤولين وشيوخ العشائر وعوائل شهداء القوة الجوية. هذا تشكيل طائرات T-50 مر الآن من سماء الاحتفال. نفذت القوة الجوية العراقية تمرين أورا واحد كرسالة للعالم بجاهزية وقدرة القوات المسلحة على تنفيذ المهمات القتالية على مستوى عالٍ مع وجود قوات ذات خبرة عالية, الأمر الذي يتطلب من الحكومة التوجه إلى سحب قوات التحالف تحت مسمى مستشارين, حيث علق وزير الدفاع بخصوص تواجد تلك القوات.
اللجنة العسكرية العليا عقدت اجتماعين، والاجتماع الثالث سيكون في الأيام القليلة القادمة، والاجتماع الرئيسي والمراجعة سيكون في شهر تموز إما في بغداد أو في واشنطن في البنتاغون. هل هناك نية لأمريكا سحب قواتها من العراق؟ اللجنة العسكرية تقيم هذا الشيء. قائد القوة الجوية أكد الشروع بتسليح وتطوير سلاح الجو من أجل إدامة زخم المعارك ضد عصابات داعش الإرهابية، إضافة إلى أن صيانة وتطوير الطائرات أصبحت بأيادنا عراقية. التخطيط موجود، اعتمادنا على الميزانية، الإمكانيات موجودة، العقول موجودة، الكفاءات موجودة، فإحنا نطمئن شعبنا بأنه ماكو مخاوف من تطوير القوة الجوية. الأصل في العمل هو الأداة والإنسان، إحنا عندنا هذا الإنسان اللي هو حاليا معيارنا أصبح دولي، والدليل على أنه الدول العالمية أو الدول العظمى اللي شاركت بالتمارين معنا العام مثل هيك وقت كانت فرنسا بطائرات الرافال، خلينا مشروع انتقال المسؤولية، فكان انتقال المسؤولية بكل مفاصلها الفنية والتعبوية، فالحمد لله نجحنا بهذا الشيء، وأطمئنك وأطمئن الشعب العراقي بأنه القوة الجوية بأيدي أمين. في ذكرى 93 يؤكد صقور الجو العراقي حماية العراق سماء وأرضا، الأمر الذي يتطلب على الجهات المعنية إنهاء المستشارين الدوليين في القواعد التدريبية. من قاعدة بلد شبا سامي الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا نناقش الملف الثاني مع رئيس خلية الإعلام الأمنية اللواء الطيار تحسين الخفاجي. سيادة اللواء مرحبا بحضرتك. مرحبا بكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة. أهلا بجنابك. بداية نبارك لكم هذا الإنجاز الكبير، وأيضا أسألك اليوم كيف تقيم يعني سلاح الجو العراقي؟ هناك من يرى تطور في هذه القوة المهمة جدا صراحة اللي كنا بحاجتها خلال الفترة الماضية. تفضل أستاذ محمد. شكرا، ومرة أخرى تحية لمشاهدي قناة الأيام. طبعا احنا نتكلم عن قبل التقييم نتكلم عن تاريخ، يعني في مثل هذا اليوم من عام 1931 نزلت أول 5 طائرات في مطار الوشاش اللي هو حاليا الزوراء، وكان في استقبالهم الملك آنذاك، وكانت هذه الطائرات من نوع جيبسي موث، وقادها طيارين عراقيين من كرانويل في إنجلترا إلى بغداد، طبعا في عام 1931 احنا نتكلم. نعم. وكان لا العرب ولا الشرق الأوسط عندهم قوة جوية، فقط العراق منذ ذلك الوقت امتلك هذا السلاح المهم، والسلاح اللي يعتبر من الأسلحة اللي تفرض الدولة إرادتها، وكذلك اليد الطولة للدولة. أما سؤالك بأنه كيفية تقييم أداء القوة الجوية أو حاليا القوة الجوية، أعتقد بأنه ما تقوم به الآن من عمليات نوعية كقوة جوية، وأكبر دليل على ذلك لو قارنا عام 2023 و 2022 أو منذ توقف تنظيم داعش بعد أن انتصرنا في معركتنا ضده 2017. نعم. وإلى حد الآن فقط في سلاح الجو العراقي احنا استهدفنا كل قادة تنظيم داعش الإرهابي، وأغلب مناطق المعقدة والأماكن اللي يتواجد بها، رغم وإلى حد يوم إلى حد يعني قبل يوم أمس كان هناك ضربة موفقة لسلاح الجو في سلسلة جبال حمرين، وقتلنا والي ديالة وغيرها من القادة الإرهابيين اللي كان موجودين، وهذا شيء يدل على أنه إمكانياتنا وقدراتنا مرتفعة جدا. نأمل، ليس لا نكتفي بما لدينا الآن من سلاح متطور ومتقدم وإمكانيات وقدرات، نأمل أن يتطور هذا السلاح وأن يزداد تقدما من خلال حصولنا على طائرات أخرى. جيد. أنا أريد أسألك سيادة اللواء، عندنا سلاح جو، شنو السلاح المتوفر عندنا؟ شنو النسبة اليوم اللي تشوفها يعني يستطيع العراق أن يضاهي بسلاح الجوي وربما يسيطر حتى على الوضع الأمني بشكل عام؟ أنا الحقيقة كنت أتمنى من تقريركم اليوم أن يطلع بالاحتفال كان أكو تمرين، التمرين اسمه أور واحد، هذا التمرين هو خاص بسلاح الجو العراقي، واشتركت به طائرات لسلاح الجو الإيطالي مع سلاح الجو العراقي. دولة متطورة مثل إيطاليا والعام في
في عيد القوة الجوية أيضا اشتلك سلاح الجو الفرنسي، يعني اليوم طائرات التورنيدو والتايفون، العام كانت طائرة الرافال. هذا معناه مع طائراتنا اللي موجودة اللي هي الـR-159 تشيكية، التي 50 الكورية، بالإضافة إلى الـF-16 وكذلك الشرقي اللي هي طائرات السيخوي 25، هذا مع طائرات النقل المتقدم اللي هي السيوان 30، وعندنا طائرات الكينجير والسيزنا كارافان، بالإضافة إلى طائرات التدريب اللي هي السوبر موشاك الباكستانية، عندنا طائرات التي 6 الأمريكية، عندنا طائرات الكارافان أيضا، وعندنا طائرات أخرى اللي هي CH 2000 وكذلك طائرات أخرى متقدمة. هذا شيء يدل على أنه هذا النوع وهذه الكمية مو من السهولة أن أنت تقود هكذا أنواع من الأسلحة. نعم. في إمكانيات وقدرات لا يمكن أن تعتمد فقط على المهارة، وإنما تعتمد على العمل وتعتمد على الدولة وإدارة الموارد الدولة، وهذه تعتبر موارد مهمة. وسلاح القوة الجوية في كل بلدان العالم سلاح غالي جدا، سلاح يحتاج إلى أموال طائلة. نعم. وبنفس الوقت يحتاج إلى وقت كبير حتى نعد إحنا سرب واحد من طائرات مقاتلة، نحتاج على الأقل 4 سنوات حتى نعد هذا السرب. السنة الأولى ترسل الفنيين، السنة الثانية ترسل الطلاب اللي هم الطيارين، وبعدها راح يأتي الفنيين والطيارين، تبدأ عملية التدريب لسنة أخرى، ويدخل بالسنة الرابعة اللي هي مراحل استعداد للقتال، هذا بالإضافة إلى البنى التحتية. إذن أموال طائلة، وقت كبير جدا، سلاح غالي الثمن، علينا أن نختار النوعية في إدارة هذه الموارد. ولذلك سؤالك أنه يركز إيش نحتاج، نحتاج إلى أن نختار النوعية، نوعية السلاح، نوعية العمل اللي أقصد به الطيارين، المهندسين، الفنيين. بعدين إحنا يجب أن نحافظ على هذا السلاح لأنه سلاح غالي جدا، وسلاح الدولة يعني استقطعت من مخصصاتها ومن إيراداتها. نعم. لكي تدعم بهذا الحقيقة النوع من الأسلحة. لذلك علينا أن نكون على قدر المسؤولية في المحافظة على هذا السلاح. زين، إذا نسأل اليوم أكو تطور أو تقدم في دعم سلاح الجو حتى لو إذا نحسب هاي السنة عن السنة الفاتت عن اللي قبلها، بالتالي أكو خطوة إلى الأمام؟ يعني أكيد أستاذ محمد، والدليل على ذلك أنه دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم مهتم اهتمام كبير جدا بتسليح القوات الأمنية، وباجتماعاته دائما يؤكد على تسليح القوات الأمنية وعلى أيضا تسليح طيران الجيش، القوة الجوية وكذلك الدفاع الجوي. طبعا هذا الموضوع يعني موضوع كبير جدا، ويحتاج رؤية واستراتيجية وإمكانيات وقدرات عالية مالية. نعم. أيضا لذلك أنت لو تلاحظ إحنا كسلاح متطور، نعم نمتلك سلاح متطور قادر على تلبية متطلبات التحديات وحماية البلد، لكن هل نكتفي؟ لا، نأمل ونطمح أن يكون بعد إمكانيات وقدرات أعلى لكي نتمكن من غلق بعض الثغرات التي قد تحدث. جيد، سيادة اللواء، شنو التعاقدات اللي نحتاجها اليوم لسلاح الجو العراقي ولتطويره، خاصة نتحدث في جانب الصيانة، وعندنا الكثير من الطائرات المتوقفة يمكن روسيا وغيرها اللي تحتاج إلى صيانة. يعني أنا هسه سمعت من تقريركم أنه أكو مستشارين جويين، إحنا ما عندنا مستشارين جويين. زين. إحنا كل اليوم أنت لو لاحظت كل هذا الاستعراض اللي صار والعمل الكبير اللي صار، هذا كله فنيين عراقيين وطيارين عراقيين ومدربين عراقيين، وتجهيز كل هذه الطائرات كله من قبل فنيين وخبراء عراقيين. نعم قد يكون هناك بعض الخبير اللي يقوم بعملية إعطاء التعليمات أو الأمور الفنية الأخرى المعقدة، ولكن أغلب صيانة هذه الطائرات وكلها بالدرجة الأساس هو يقوم بها فنيين ومهندسين عراقيين 100%، والتدريب الذي يحصل لهذه الطائرات هو كله من قبل طيارين ممتاز. عراقيين تلقوا تدريبهم في الخارج، والآن هم يقومون بإعداد عملية التدريب. ممتاز، إذن يعني نقدر اليوم نقول أنه سلاح الجو العراقي تطور كثيرا، ويستطيع أن يؤمن مثلا أجواء والسيطرة دون الحاجة إلى التحالف الدولي أصلا. إحنا أساسا التحالف الدولي ما معتمدين عليه في تأمين أجوانا، إحنا موجودة عندنا طائرات القوة الجوية،
وموجود عندنا أيضا الدفاع الجوي ورادارات اللي موجودة. واليوم حتى انعرضت في الاستعراض انعرضت طائرة جديدة اللي هي الـ CH-5. هذه الطائرة هي CH-4 طبعا أكو عندنا كانت، نعم، والآن CH-5. هاي طائرة استطلاعية متطورة جدا، إمكانياتها وقدراتها عالية، صينية يمتلكها طيران الجيش. اليوم انعرضت، وهذه الطائرة هي عبارة عن محطة إعطاء القائد للموقف. يعني اليوم كان كل التمرين هو ينقل من الجو مباشرة عبر شاشة أمام الحاضرين، وكان يلاحظون كل عمليات الاستهداف والقصف اللي أجريت في التمرين من خلال الجو، صورة تلقى مباشرة إلى الشاشة. وهذا يبين بأن القائد الأرضي يستطيع أن يدير المعركة عن طريق هذه الطائرة وبإمكانياتها وبقدرات عالية، وتوجيه والإعازة إلى القطاعات بالتقدم بعدة محاور. جيد، وصلنا لمرحلة الاكتفاء بالقوة الجوية، لو اليوم نشوف العراق بحاجة إلى التعاون مع بقية الدول المتطورة بهذا المجال. أستاذ محمد، ماكو دولة بالعالم تستطيع أن تكتفي من خلال سلاح الجو إلا الدول المصنعة. كل دول العالم دائما تحتاج إلى تطوير هذا السلاح. هذا السلاح هو عبارة عن يعني سلاح غالي ووقت. يعني أنت الطائرة من تستوردها هي عبارة عن ساعات طيران ووقت أيضا، وبعدها تنتهي هذه. يعني يجب أن تأتي بسلاح آخر متطور يلبي متطلبات وأيضا أهدافك الحيوية واستراتيجيتك. لذلك مع تقدم الوقت دائما يكون هناك جلب أكثر أنواع تلبي متطلباتك، تحدياتك، إمكانياتك، أي بما معناه أنه أنت دائما تواكب عملية التطور والتحدي طبقا لنوع ما مطروح في السوق. برأيك شنو أبرز المعوقات اليوم اللي تواجه هذا السلاح المهم والحيوي، أو بعض المشاكل أو حتى بعض الأمور اللي يحتاج هذا السلاح لتطويره بشكل أكبر؟ أحسنت أستاذ محمد، وهذا سؤال مهم جدا. أهم معوق هو الأموال. أنت تعلم بأنه السلاح هذا يحتاج إلى تخصيص أموال عالية جدا، وأما باقي الأمور يعني لا يوجد فيها أي مشكلة. نحن لدينا ثقة كاملة بطيارينا، بشبابنا، بما نمتلكه من موارد إدارية، بإدارة هذه الطائرات، وكذلك أي طائرات أخرى ممكن أن نحصل عليها في المستقبل. لكن فقط العامل الكبير أو الأساسي هو تخصيص الأموال. بتخصيص هذه الأموال نستطيع أن نفرض أي سلاح يلبي متطلباتنا ونحتاجه ونجلبه. هناك بعض الأحاديث كانت تقال أنه بأن العراق اشترى بعض الطائرات ولم تعطى إلى العراق بشكل مباشر، ربما دفعت أموالها وهي باقية في بعض الدول. هل نعاني أو هل يحتاج هذا الأمر إلى أشهر أو سنوات حتى بالتالي يستطيع العراق أن يشتري هذه الطائرات لتعزيز القوة الجوية؟ يعني كيف لم أفهم سؤالك؟ يعني هل العراق دفع فلوس وبقت هذه الطائرات في مناطق أخرى؟ كان حديثي في سنوات سابقة أنه بعض الطائرات تم دفع أموالها من قبل العراق لكن لم تسلم إلى العراق. أبدا سيدي الكريم، والدليل على ذلك أنه إحنا الطائرات اللي تعاقدنا عليها، يعني أول طائرات اللي تعاقدنا عليها هي طائرة C-130 وإجت الطائرات كلها. ثاني طائرات اللي تعاقدنا عليها هي طائرات الأنتينوف 132 وموجودة كلها. ثالث طائرات اللي تعاقدنا عليها هي طائرات F-16 وإجن كلها سربيان الآن إحنا عندنا. رابع طائرة اللي تعاقدنا عليها هي T-50 وكلها موجودات. خامس طائرة وأخيرا اللي هي تعاقدنا عليها هي طائرة السوبر موشاك الباكستانية، وتصل تباعا كل فترة تصل هناك عدد كبير من الطائرات التدريبية المتقدمة. إذن إحنا ما عندنا مشكلة في عملية التعاقد أو عملية إيصال هذه الطائرات. والحقيقة رؤية الدولة في هذه الأمور هي رؤية استراتيجية ممنهجة ومدروسة لبناء قدرة جوية، ومصرة على أن تكون هذه القوة الجوية متطورة جدا تلبي كل طموحات ومتطلبات البلد. إذا نتحدث اليوم عن مناشئ وتطور هذه الطائرات اللي يمتلكها اليوم سلاح الجو العراقي مع بقية الدول، قياسا مع بقية الدول، هل هي متطورة وتلبي طموح؟ احنا عندما نتكلم عن قياسا على بعض الدول يجب قبل ان نتكلم عن المناشئ خلينا نتكلم عن المدارس اللي موجوده في العالم او في الكره الارضيه. نعم. طبعا هناك مدرستين اللي هي المدرسه الشرقيه
والمدرسة الغربية. جي. المدرسة الشرقية فيها تطور في مجال الطيران وفيها تطور في مجال التكنولوجيا، والمدرسة الغربية أيضا فيها تطور كبير في مجال الطيران والحرب الإلكترونية وكثير من الأمور الأخرى. هذا التطور كبير جدا، وهذا التطور يجب أن تتعامل مع تحديات البلد. هل هذا التطور يلبي تحديات البلد؟ إذن ما موجود الآن من أسواق وما موجود الآن من عمل في كل دول العالم، نعم، هي دول مثل فرنسا، مثل بريطانيا، مثل روسيا، أمريكا، الصين، عندنا دول متطورة أخرى الآن دخلت الباكستان، وهناك اليابان أيضا، كوريا الجنوبية. هذه الدول لديها تقنيات عالية جدا في مجال الإعداد والتزويد، وكذلك في مجال الحرب الإلكترونية. الآن الطائرة هي عبارة عن، ليست فقط طائرة تقوم بعملية القصف أو التصدي، نعم، الآن الطائرة ممكن أن يعني تخلي لك موقف جوي ملائم، أو تكون قاطع جوي متنقل في الجو. يعني هناك بعض الطائرات ممكن أن تتصدى إلى 6 أهداف في آن واحد، طائرة تتصدى إلى 6 أهداف في آن واحد وتقاتل وتقوم بعملية تشويش، يعني بما معناه بعملية إيهام وتشويش بنفس الوقت، نعم. وهذا يعتبر الحقيقة حرب إلكترونية متطورة جدا. هناك طائرات أخرى متخصصة في مجال العمل الاستخباري، العمل الممنهج، الحقيقة التحليلي اللي ينطيك صورة مهمة ودقيقة عن موقف البلد أو عن موقف العدو أو عن تجريد العدو. هناك طائرات تستخدم لأغراض التجريد وعملية يعني تدمير العدو في عمق استراتيجي، وهكذا. الآن العمل تطور، الآن احنا نتكلم عن مسيطر ذكي جدا، نعم، وطائرة بدون طيار، وممكن أن عن طريق هذا المسيطر الذكي والطائرة بدون طيار ممكن أن تقوم بعمليات جوية مقابلة بنجاح كبير جدا، وتحقق عمليات لو كان عندك عدد كبير، نعم، منها توقف حتى تستطيع إيقاف قطعات. ممتاز. بسؤال أخير، تحدثت جنابك في بداية الحلقة عن أو في بداية الملف أنه بالعام 1931 طيار العراقي هو اللي كان يقود الطائرات وأتى بها للعراق، واليوم أسألك عن الطيار العراقي، شنو تقييمك إلى بعد هذه الفترة الطويلة من الزمن؟ يعني تقصد هل الطيار العراقي إمكانياته وقدراته؟ يعني هو كل طيارين العالم أكيد هو عندما يصل إلى مرحلة أن يقود الطائرة ويقاتل بها وينزل بها بسلام، إذا هو وصل إلى مرحلة. لكن هناك عملية تفاوت ما بين دولة ودولة أخرى. الطيار العراقي متميز بشيئين. الشيء الأول هو متميز بحبه لسلاحه ولبلده، وهذا الحب وهذا العشق إلى الطيران وإلى هذا السلاح المتطور جدا يخليه ثابر في عملية المحافظة على المعدة مالته اللي هي الطائرة، وبنفس الوقت يثابر في أن يصل إلى درجات عالية ومتطورة. أستاذ محمد، أكو جزئية مهمة جدا، أنه الدولة اللي تصنع الطيارة، نعم، هي الغاية من عندها تريد فلوس، نعم، تريد مواد، ولكن بنفس الوقت هي هم تحترم سلاحها، وهم سلاحها من تنطي إلى دولة معينة يجب أن تكون هذه الدولة على قدر المسؤولية في استخدام هذا السلاح، لأنه بالأول وبالأخير هي سمعة للمصنع، نعم، وسمعة للي فإذا إحنا حافظنا أولا على هذا السلاح، رفعنا من شأن هذه القطعة اللي إجتنا إحنا، وهذا الحقيقة يفرح الدولة الأخرى، نعم، بأنه تكسب احترامها وتقديرها من خلال العمل معها. رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء الطيار تحسين الخفاجي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة، وشكرا لكم أيضا. شكرا جزيلا لحضرتك. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب إلى ملف التغريدات.
إذن حصاد الليلة انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.